مرحبا أصدقائي. ارتفاع حرارة التليفون هي من إحدى أسباب اللي بتخلي تليفونك يعلق أثناء اللعب، أو حتى إنه تليفونك يطلع من اللعب فجأة. اليوم بهذا الفيديو وبحسب طلبكم رح نشوف طريقة سهلة لصنع مبرد للهاتف. إذا حابب تعرف كيف عملتها أو إذا أنت بتحب الاختراعات والابتكارات والتجارب، بدعيك إنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك أسبوعياً فكرة وابتكار جديد. خلينا نعطي هذا الفيديو أحلى لايك ونبلش بفكرة اليوم. وهيك لحتى لي بلش بهيدي الفكرة، أنا بحاجة لمروحة صغيرة باستخدام فرد التلزيق، بلزق هيدي القطعة السوداء اللي بتكون بالحقنة الطبية على الأربع أطراف من المروحة. على الميل التاني مكان دخول الهواء بلزق أربع رونديلات حديد، بس لحتى لي الشبكة الحديد اللي بدي لزقها بعد شوي ما تلامس الشفرات. ثبت الشبكة الحديد على المروحة بشوية تلزيق مع أربع مسامير على كل الميلات. رح استخدم ليد أحمر وأخضر مع ريزيستانس 1 كيلو أوم، بلحمهم مع شريط الوصل تبع شاحن 12 فولت وبلحمهم بعدين على المروحة. الطريقة اللي رح استخدمها لثبت المروحة على التليفون هي من خلال هيدا الكفر الشفاف. رح بعلم عليه دائرة بالوسط وباستخدام الشفرة بفرغها بهيدا الطريقة. وهيك خلص بوصل على شاحن 12 فولت وبجرب. هيدا الايفون 6 لعبة الببجي كان بيشغلها بس 5 دقايق، اما مع المروحة الفرق كان كتير كبير. هيدا كان كل شيء شباب، اكتبولي بالتعليقات شو معكم تليفون وهل يا ترى عندكم مشاكل بارتفاع الحرارة، واعطوني رأيكم بهيدا الفيديو. انا هلأ رح روح حضر للفيديو الجديد، الى اللقاء.